اللي واقع اللي واقع هو اننا باغي نخرقوا القانون في واضحة النهار. في واضحة النهار السادة لا السيد الباشا ولا السيد رئيس قسم الشؤون العامة تيقول لك باننا غنعتمدوا الدورية. الدورية ما يمكنش نعتمدوها في حضور النص القانوني الصريح انه لا يمكن انتخاب مكتب الا بحضور رئاسة المجلس اللي بعد ما كتنتخبها المجلس كتاخذ الرئاسة وتسلم هي ان اللي كتسير الجلسة. هذا الشيء كاين عادم اليوم. الظروف الصحية ديال الرئيس كيف قلت لكم نتمنوا ليه الشفاء. ما عندنا مانع انتخاب الجلسة ديال الرئيس ما كانش عندنا فيها مانع لانه ما كاينش عندنا نص صريح اللي تيمنع انه انتخبوه في الغياب ديالو. ولكن هنا كاين نص صريح المادة 17 اللي كتقول بانه لا يجوز لاي ان يترأس الجلسة بعد انتخاب الرئيس. فالرئيس اللي كان مرأس الجلسة اللي هو اكبر سنا خاصو ينسحب ويجي الرئيس المنتخب يدير شؤون الجلسة من خلال انتخاب اعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه. هذه هي المطالبة ديالنا. إلا بانت ماشي معقولة الناس باغا تدوز هذا الشيء بأي طريقة لأنه كاين واحد الاتفاق اللي هو مسبق. حنا ما عندناش رغبة واخا ديرها من هنا شهرين وما عندناش رغبة ندخلوا لهذا المكتب. ما عندناش رغبة ندخلوا لهذا المكتب. تكلمتوا على واحد بعض المساومات المالية اللي كانت تكلمتوا عليها. هذا موضوع ديال المساومات المالية غادي نجيو ليها وقلت غادي نقولها إن شاء الله في ندوة صحفية وغنتحمل مسؤوليتي وغنتحمل التبعات ديالها. وعندي ما يفيد عندي ما يفيد من كل التفاصيل. عندي ما يفيد. تنتمناو إن شاء الله نتلاقاو في القريب العاجل.